من هم أصحاب الرس الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم؟ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. يعني إيه الرس؟ وليه سموا بالاسم ده؟ ومن نبيهم وما قصتهم؟ وإيه علاقة قصة أصحاب الرس ببير الماء اللي ورايا ده؟ خليك معايا وأنت تعرف. الرس عند العرب أي البئر، وكذلك أطلقوا الرس وأرادوا به الدفن، فرس البئر أي حفرها، ورس الميت أي دفنه. يبقى الرس معناها يا البئر يا الدفن. طب ليه سموا بهذا الاسم أصحاب الرس؟ قيل أنهم كانوا يعيشون حول بئر، وكانوا يشركون بالله عز وجل، وكانوا يعبدون الأصنام، فأرسل الله عز وجل لهم نبيا فكفروا به وقتلوه رميا في البئر، رموه في البئر ودفنوه عياذا بالله تبارك وتعالى. وقيل إن هم سموا بهذا الاسم لأنهم كانوا يعيشون حول بئر وكانوا يشركون بالله عز وجل، فخسف الله بهم وببئرهم الأرض ودمرهم تدميرا، لذا سموا بأصحاب الرس. فعلى القولين هذا سبب تسميتهم بأصحاب الرس، إما لأنهم دفنوا نبيهم قتلا فيها، أو لأنهم أهلكوا برسهم وبئرهم حين كفروا بالله عز وجل. طيب من هؤلاء القوم ومن النبي الذي أرسل إليهم؟ شوف يا سيدي، لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة شيئا يفصل ويذكر قصة أصحاب الرس، إذا اختلف المفسرون حولهم. منهم من قال إن أصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ورد ذكرهم في سورة البروج، وقيل هم أصحاب ياسين الذين ورد ذكرهم في سورة ياسين، الذين جاءهم من أقصى المدينة رجل يسعى. وقيل إن أصحاب الرس وأصحاب الأيكة أمتين أرسل إليهما شعيب عليه السلام فكفر به فأهلكهما الله عز وجل. كل الأقوال دي وغيرها من الأقوال لم تثبت ولم ترد بدليل ونص صحيح ثابت. طيب إيه العمل؟ الموضوع بسيط، أن تؤمن وتعرف أن أصحاب الرس قوم ذكرهم الله عز وجل في القرآن أنهم كفروا وكذبوا فأهلكهم الله عز وجل، هذا يكفيك. لذلك يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وغيره من العلماء: والأولى التوقف في تعيينهم لأن الله لم يعينهم، يعني لم يحدد لهم قصة في القرآن ولا في السنة، فالأولى التوقف في تعيينهم. نؤمن أنهم ذكروا في القرآن وأنهم قوم كفروا بالله فأهلكهم سبحانه وتعالى. لازم تعرف كمان أن مشركي قريش كانوا يعرفون وضعهم وقصتهم، وكانوا يتناقلون هذه الأخبار، أن الله سبحانه وتعالى لن يضرب لهم مثلا بشيء لا يعرفونه. فمشرك قريش كانوا يعلمون أصحاب الأيكة وأصحاب الرس وقوم تبع والذين من قبلهم، بدليل أنه لم يرد عن واحد منهم أنه استشكل أو سأل أو استفسر عن أصحاب الأيكة أو أصحاب الرس، فكانوا يعرفونهم حين أنزل القرآن بين ظهرانيهم. الله عز وجل في هذه الآيات يسلي نبيه ويصبره: فكما أهلكنا أصحاب الأيكة وأصحاب الرس وقوم تبع وثمود وعاد وغيرهم، فسنهلك مشركي قريش الذين كفروا وكذبوا. لو استفدت من المقطع وشفت ان في معلومات مفيدة اشترك في صفحتنا، وحابب اقول لكم ان تقييد الفيسبوك قلل التفاعل على الصفحة وقلل وصولنا للناس. من فضلك اترك تعليقا واعجابا وشارك المقطع مع غيرك لتعم الفائدة، ولا تنسونا من صالح الدعاء، وجزاكم الله خيرا.